هاد الجو زويون وهاد الصباح هاد الواعر فوالا. كاين واحد الفطور اللي واعر مع واحد اصاط اصاط ايه ابشوي عليك عليك اخويا ابشوي عليك ايوا هانتوما هاد الفطور اللي زويون. نعم ان سمكة التونة العنيدة يا جورج سلم عليهم تهلا فوالا يا خويا شحال هو ابراهيم الزاوت ديميكا ديالو ديما هنيكا باكتاج عقلت على هذا الباكتاج هذا هو باش بديت السفر من المغرب عقلت عليه ها هو دابا وصلت الوقيته نهزو عاوتاني الباكتاج اخا ابراهيم ها احنا وصلنا كتلعب هو خاصو يتريني حتى هو خاصو ياكل بزاف ديال الحويجات ماشي غير يبقى ديما غير صور 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 واش فهمتوا البلان دونك ديما حاول الفكره اللي بغيت نوصل لكم من هذا الشيء كامل حاول تعيش شي حاجه اللي انت كتريحك بغض النظر على الناس ما تسوقش للناس حيت في الاخر حتى واحد ما غيجوم لك من غير راسك وداك الشيء اللي انت درتيه لحياتك داك الشيء اللي درتيه لراسك واخا يكون عندك 20 مليون مشترك راه ما دايمينش لك واش فهمتوا باش نكونوا واقعيين اللي غيجوم لك هو داك الشيء اللي انت كديرو هو داكشي اللي انت درتيه في حياتك داكشي اللي درتيه لراسك تقاتلتي واش فهمتوا دونك اي حاجه درتيها لراسك هو اللي هي اللي غتجوم ليك داكشي علاش كنقول لكم ديما تقاتلوا وصبر وغتوصل تقاتل صبر غتوصل نهار غتوصل غتعرف باللي راه حتى واحد ما غيجوم ليك حتى واحد ما غيفيدك من غير داكشي درتي الناس اللي متبعيني من شحال هادي وعارفيني وعارفيني كيف بديت وعارفيني كيفاش بديت هادشي كامل فيعرفوا هاد المعنى ديال تقاتل وصبر غتوصل غيعرفوا المعنى ديالها ديال بصح واش فهمتوا دونك بنادم كيرتاح واحد شويه باش انه يفكر ما فيها باش ترتاح وتفكر واحد شويه تعرف شنو غادي دير تجمع قواك عاوتاني راه ما صعيبش عليا نخرج ندير فيديو نتوما كاملين كتعرفوني الا درت راسي في شي فيديو راه غنطلعو عارفين النيفو ديالي انا كي داير واش فهمتوا عارفين النيفو ديالي في لي فيديو الا درت راسي في انني ندير فيديو شي حاجه واعره كي غنديرها دونك عارفين بلي ديما كنحط لكم فيديو احسن من اللي قبل سو انا بغيت نرتاح واش فهمتوا البلان حاجه خايبه ولا زوينه لا انا دابا راه ماشي جاوني دي ميساج على هذا الشيء نو انا كنت داخل اليوتيوب وشفت زيزو دار فيديو على هذا الشيء كيجيو دي ميساج تيقولوا لي اودي طاح لك النيفو كيقولوا لي انت حامض اما ماشي هذا الشيء ما تقالش لي انا غير بارطاجيت معاكم الموضوع شو عجبني قلت غندير لايف نهضر فيه ودويت على راسي اما انا ما الحمد لله ما كاينش اللي قال لي طاح لك النيفو او لا حامض او لا هذا الشيء بالعكس حيت باش فاش كتجمع الناس اللي كيبغيوك راه كانوا كيكونوا احسن حاجه هي انك تجمع الناس اللي كيفهموك داكشي علاش في الاول فاش كنت شحال هذه كانوا كيعجبوني لي فيديو ديال البوز فهمتي كانوا كيعجبوني لي فيديو اللي كيديروا البوز علاش حيت كيجيبوا مشتركين بزاف كيجيبوا سبسكرايبرز بزاف ولكن دوك المشتركين كيكونوا غير ديال داك الفيديو فهمتي ما كيكونوش ديال داك النيش اللي انت كدير ديال داكشي اللي انت كدير يعني يقدروا يدخلوا يشوفوا داك الفيديو صافي ويخرجوا ما عمرهم يتبعوك نعطيكم اكزومبل نهار مشيت للدار ديال سامحيني العام اللي فات دخلوا بزاف ديال المشتركين يعني تقريبا في 4 ايام دخلوا شي 300,000 واحد ولا ولكن هذوك 300,000 واحد كاملوا ديال سامحيني كيتفرجوا في سامحيني ماشي كيتفرجوا فيها دونك ما عمرهم غيكملوا داك السفر اللي انا كندير فهمتوا وهذاك كان خطا يعني معمرهم غادي يكملوا داكشي اللي انا كندير معمرهم كيعجبهم السفر ولكن بالعكس نهار مشيت للهند درت دي فيديو على السفر دي سوجي على السفر داكشي اللي عشتو دوك لي فيديو داروا البوز ودخلوا الناس اللي كيهمهم السفر اللي كيهمهم دوك المواضيع داكشي اللي كندير عجبهم واش فهمتوا البلان فهمتوا الفرق كيدير هذا هو الفرق بانك ما عمرك تفرح بدوك المشتركين ديال البوز ديال انك كتطلع في طوندونس داكشي مي دابا الحمد لله الطوندونس الفرق اللي كاين هو ان الطوندونس دابا ماشي قبل ماشي بحال قبل ولا نقي دابا وليتي كتدخل الطوندونس في المغرب كتلقى اليوتيوبرز طالعين كتلقى مغنيين كتلقى ما بقيتيش كتلقى حنزز تي في وداك الشيء كامل فهمتي دوك القنوات اللي كيبقاو كانوا كيخربقوا داك الطوندونس دونك كتلقى دابا اليوتيوبرز هذا الشيء احسن حاجه عجبتني علاش حيت الطوندونس دابا ولا مانيير ما بقاش بدا كيما كان قبل
ولا كيطلع بنادم مانيولمون، دونك كيطلعوا الناس مانيولمون، الناس اللي كيستحقوا كيطلعوهم باش يمشوا البلان. دونك هذا هو البلان، فاش كيكون بنادم كيرتاح كيرتاح شويه باش يجمع عاوتاني الافكار ديالو ويجمع القوه ديالو واحد شويه. وانا صراحه كنجمع الافكار ديالي في هذه الايام، فاش انا جيت ريحت في تركيا وما كنصورش بزاف، بغيت نرتاح شويه نحس براسي ارتاحي، دوزت عطله. فاش علاش؟ حيت بغيت فاش نبغي نجي للمغرب بغيت ديك الراحه اللي انا ارتاحيتها، ما بغيتش نرتاحها في المغرب، ما بغيتش نجي للمغرب نرتاح، بغيت نجي للمغرب نخوي داك الجهد كامل وديك الاكسبيريونس ديال هذا عام ونص اللي دوزتها في لازي. بغيت نجي للمغرب نخويها في المغرب، فهمتي؟ نجي نطلع دي فيديو واعرين نهاربين في المغرب. علاش؟ حيت دابا ولاو عندنا ناس برا المغرب كيتفرجوا فينا، ولاو عندنا ناس في لافريك، يعني في دول شمال المغرب، دول شمال افريقيا، ولاو عندنا الناس في الخليج، ولو عندنا كوار كيتفرجوا فينا واخا ما كيفهموناش وانما كيعرفوني كيعجبهم داكشي اللي كندير، ولو عندنا ناس في الهند بزاف الهنود كيتفرجوا فيا، ولو عندي ناس في لازي. دونك هاد الناس كاملين الفكره ديالي انا بغي نجي المغرب نوريهم المغرب، دونك كاملين كيعرفوني مغربي ولكن ما كيعرفوش المغرب بزاف. دونك انا باغي نجي ندير ديك الطاقه داكشي اللي كنعرف ديك الجهد اللي عندي انا في التصوير وداكشي كامل، بغيت نجي نخويه في المغرب نشوف. دونك هادشي اللي بغيت ندير، هادشي علاش كنرتاح. لا ما ناكلش بالصحه والراحه في الدرس، انا كنضرني الدرس، انا كل هذا غتفرقع الدرس. لا الدرس هي الاولى، عطيني هذا فاش فهمتوا البلان الاخوان. دونك فاش شفت الفيديو ديال داك الدري صراحه ما عجبنيش ديك الهضره اللي قالت لي، غادي نشوف واش كاين هو في الكاس. الله يكون في، ما كاينش ما طلعش. هذا هو البان، هذا هو عاشي. كدور لي واحد الفكره في بالي، ما عرفتش غتفقوا معايا ولا لا، هي انني وليت نزيد، بغيت نزيد واحد الشخصيه اخرى في لي فيديو ديالي. هاد الشخصيه ما تكونش انسان، تكون حيوان. بغيت نربي كلب ويولي يسافر معايا. والله العظيم بغيت نربي كلب كيضحكوا عليا. او تلقاك مع احسن منه قولها. بغيت نربي كلب، بغيت نربي كلب، بغيت نربي كلب الاخوان ويسافر معايا. والله ما تحسين هذا، ما عرفتش عجبتكم ولا لا. قلت لي وحده ربيني اش بان لكم اخوان؟ والله بغيت نربي كلب. عرفتي داك الكلب اللي كيسمي واحد النوع ديال الكلب سميتو جولدن، ما عرفتش كتعرفوا ولا لا. كيكون فيه الشعر بزاف طويل، عنده وديناتو كيكونوا هابطين هكا، كيكون كبير طويل مشعر بزاف، لا كيكون بزاف في الافلام. فيما كتلقى شي فيلم ديال شي استوار على شي كلب كتلقى الجولدن لابرادور. جولدن لابرادور، واه هذا جولدن لابرادور، واه هذاك الصح كاين معلم. قال لي واحد ربي شي طوبه وإلا رجعت للهند اش غيديروا لي؟ غير كفاه في المطار. غندير سونداج على هادشي في الستوري ونشوف الناس اللي غيعجبهم انهم نربي كلب غنديرو. سميتو كانيش؟ لا اش من كانيش، كانيش صغيور. كانيش الا شتي عندك، انا الا عندك كانيش مازال خاصك كلب، مازال ما عندكش كلب. ناكل هذا انا. عفينا فيصل توحشناك، توحشك الخير حبيبي، توحشك الخير اخويا. مازال ما جاش جيزو؟ سيفتو جيزو اخواني، جي سيفتو. انت طلع زيزو ولا ما كاينش في اللايف؟ علاش غير فاش غنطلعو ما كاينش؟ كندخل لقيست ما كنلقاش. هو جا وكي جاتكم الفكرة؟ قالك هو جا، شوف قالك هو جا كلب يكون يهضر. لا والله إلا جاتني فكرة، هاسكي. الهاسكي من بين الأحسن كلب عندي هو الهاسكي، ولكن الهاسكي ما يمكنش تربيه وتسافر به. علاش؟ حيت هو كيبغي ديما يكون في واحد درجة الرطوبة، فهمتي؟ كيكون في واحد البلاصة اللي كيكون باردة، وأنا كنمشي لآسيا، آسيا ما فيهاش البرد، فيها غير الصهد، وقدر تمشي لشي بلاصة فيها، تقدر تمشي لافريك ولا شي حاجة ويكون الصهد غيموت ليا.
هو كومونتا هذا كومونتا نشوف واش كاين في الجيست. ايو 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 شكون زيزو؟ انا ماشي زيزو فلوغ، انا ما كنعرفش شكون سميتو زيزو فلوغ، وكندوي على زيزو اللي كيدير لي بودكاست.